مش عايزها. انت حضرتك ليه عندك اعتقاد ان انا بحسد؟ يا راجل ده انت الحسد يقول لك يا حسد. خميس ده انت دافع معاك الاسبوع كله. خميس الجريدة والمطبع والخزنة والحاجات كانت عنده. عادي يا مرسي ده غير المحطة الفضائية. مالها؟ انا سايبها شغالة، حتى قلت لي في التليفون في قمر كبير قوي بيبس. اول ما قلت كده القمر وقع ومعاه نجمتين. لو النبي ببص وقع القمر اقبضك عليه؟ لا من النهارده ورايح خلاص، دكتور رضا بيشتغل معايا. هتشغلهم ايه معاك ده؟ يا فندم حضرتك قلت لي هتشغلني اه، بس ما قلتيش هشتغل ايه؟ ايه؟ حسد وقراه. اي حد بيكهن انا موافق. هقبض كام؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ مش انا اللي هقبضهم لك ده هو. دكتور رضا من النهارده استلمت الشغل. تحت امرك يا فندم. أنا الجريدة بتاعتي بتطبع 3000 نسخة. 3000 نسخة؟ كانت بتطبع. كانت. ليش أرقام كبيرة في وشي؟ في جريدة منافسة ليا. طلع لك التقرير. بتطبع 45000 نسخة. أنا بكره الجريدة دي. استلم شغلك. ده أكل عيش. دي ورقة. سيبه يركز. 45000 نسخة بيكسبوا جامد قوي. آه. ألو. بيكسبوا جامد. الجريدة ولعت. إيه؟ الجريدة ولعت. نعم. من النهاردة أنت المدير وأنا موظف عندك. يا نهار أسود. يا نهار أسود ونايل. ببص في ورقة ولع جريدة، ده أنت جبار يخرب عليك. الواد ده بينق عليك. أنا سايبه عشان خاطرك. ربنا يتولى ولاده. لا 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 انا هقفل بجلدي، ملهاش حل. مساء الخير. اهرب من قدري اروح على فين. مساء الخير يا فندم. مساء النور. حضرتك بتلعب رياضه معينه؟ لا 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 ما تتكلمش عن الرياضه، انا كل يوم في الجيم. بايت راي حديد. طبعا واضح ان صحتك حلوه. بوم ها يلا. ايه ده؟ هطلع نار من بقي ولا ايه؟ واضح ان صحتك حلوه. بوم ها. ايه في هجس عليك وانت صدقته يا موسى؟ ايه هو البوليس بره الليسته ولا ايه؟ حاول تاني بقى. ايه ده؟ مساء الخير. مساء النور. حضرتك ظابط صح؟ ايوه. اصل باين عليك العينين عينين صق. 6/6 شارب، لو حصل اي حاجه للعين ممكن تروق. ايه؟ جهاد؟ انت فين يا جهاد؟ لا اله الا الله. موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل من له نبي يصلي عليه. لا محتاج عمليه ولا زرع ولا غيره. حاول يا ناس. الرقبه رقبه وحش. ما هي الرقبه عشان ولا بطيء. الدراع دراع مصارع. عشان ولا بطيء. الظهر ظهر اسد. لا 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 لا. الوسط وسط رعاصة. كفاية. انت ايدك جامدة ليه؟ انت طويل قوي. جالك شلل. هتاخد معاش على قلبك قد كده. يا جامد يا جامد يا جامد يا جامد يا جامد يا جامد. انت زعلان ليه؟ ابوس ايدك يا ابني، احسدني وقول لي يا قصير. انت قصير ليه؟ الحمد لله. الله العظيم. انا اللي صليته عشان انتقم منك ومن ابوك.